كم من مريد للخير لن يصيبه، كلنا يسمع بالمثل القائل جنت على نفسها براقش وبراقش كلبة كانت لبيت من العرب وكانت هناك عصابة تأتي البيوت فتسرقها وتقتل أهلها، فعرف أهل البيت أن العصابة ستأتي بيتهم هذه الليلة فاختبأوا في سقيفة البيت ومعهم براقش، فجاءت العصابة ولم يجدوا أحدا في البيت فهموا أن يسرقوه ويخرجوا، رأتهم براقش فنبحت عليه لتخيفهم فاستدلوا من صوتها على أهل البيت وقتلوهم وقتلوها معهم، فجنت على نفسها وجنت على من معها مع أنها كانت تريد الخير، كانت النية صالحة لكن الطريقة خاطئة. كثير من أحبابنا يريد الخير، يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، يريد نشر الدين فينشر كل ما سمعه أو قرأ من أحاديث وأدعية وأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأغلبها أخبار كاذبة حتى لو كان مضمونها جيد لكنه لا يصح عن رسول الله فيدخل به النار، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا لمن ألف الحديث أو من نشر وهو يعلم بأنه كذب، يخترعون القصة ويقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أرسلها فله الجنة، من أخبر بها عشرة فسيسمع خبرا مفرحا، من أخبر بها الناس فله كذا وكذا، هذا كله كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف العلماء في الكذب عليه هل هو كفر أم كبيرة من الكبائر. أما الذي ينشر هذه الأحاديث المكذوبة دون ما تأكد من صحتها فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عنه بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، رواه مسلم، يهلك نفسه ويضل غيره، سيئة جارية بدلا من حسنة جارية. تأكد حبيب المسلم مما تنشره قبل النشر، فابحث عنه في موقع الإسلام سؤال وجواب أو موقع الدرر السنية أو موقع إسلام ويب أو راسلنا على الواتساب الفقهي أو اسأل أحدا ممن تثق بعلمه. أخي الحبيب يا باغي الخير كن داعي الخير لكن على بصيرة، واعبد الله على علم، فالله تعالى لا يعبد على جهل.